إذا كان حقك بلاد خميسات، الخميسات تتعمل تتعب على ويبان يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا بغيت نرزق أي الله عيواتان رحنا محقورين رحنا محقورين يا الخوت عاونونا عاونونا على حقنا رحنا مظلومين نطلبوا غير حقنا ما بغينا حنا ما بغينا نظلموا حتى شي واحد كنطلب منكم حقوق لهاد المعوق كنطلب منكم الحقوق ديالي في هاد الاملاك اللي ترك ابي جلالي بن بوشعيب بن القراري دوزت الحبس اخويا دوزنا الحبس على رزقي وتعطيك المعوق بدا يسعى في زنق السمر وتسعى وتعطينا السوا علينا تعطينا احنا الفلوس وتهزنا الزردان الملكات اسي معقول هادشي من واكين من واكو دولة تقولك راه ديالو اسي معقول هادشي راه ماشي معقول هادشي راه ماشي معقول هادشي هاد العام هاد العام هاد العام بغيت انا رزق اذا بهاد الشهر بهاد الشهر ولا هاد مصر ولا شهر هاد العام بغيت انا ديالي في مكان البلاد في مكان العرض ديالي يتحبس اسي واكين اسي القاضي اسي القياد اسي القياد اسي المحاميات ادام الملكات والعزالة والامان ولا الحسنات والملك حسن وملك سيدنا للنورة الله يحفظهم ويعز امان بغيت ديالي انا بعمال هاد العام هاد العام بغيت ديالي تحبس الا ما تحبس تحبس بالعصا والامان وشا خمس سنين ولا عشر سنين جماع لا الا وطنا لا يا سيدي سيدنا سيدنا موناي ملك الحسن بغيت انا رزقي يا سيدنا بغيت ديالي يا سيدنا الله الوطن الله الوطن الله ومع امان انا سنه 159 في عزان انا ديالي التامر والخسن وعريان وتسريح تسريح تسرح وتولد وتسريح عاد برهم بلاد ريان ودابا بغيت يا سيدنا ديالنا اذا كان حقك اذا كان حقك بلاد خميسات الخميسات تتعمل تتعب على ويبان يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا بغيت انا رزق اي الله الوطن ابن المؤلاء ابو زار ولا سيرة حسنات بغيت انا رزق اي بغيت انا رزق يا اخويا اللهم بارك اللهم بارك الرب تحيد لنا حقنا اخونا كيصعب الزرقاء لا حول ولا قوة الا بالله العظيم رحنا محقورين رحنا محقورين الخوت عاونونا عاونونا على حقنا رحنا مظلومين رحنا مظلومين كنشدو غير بلادات الناس كنحرطوهم وتعتنا راح يدوها لنا الرجال بالكتاف دافونية علاش كيديرو لنا هاد الحقرة هادي كيديرو الشكايات كيتخباو لينا ما كيبانوش لينا عيينا عيينا اينا كنمشي ولا في الدار كنجيبوا لينا سميتو القوى المسلحه كتدينا عيينا انا كنمشي راه مات لي الراجل ما عندي اللي يجري عليا كنخدم غا عند الوجوه وكنجيب الخبز اللي غناكل عرفتي ومنين جدوني ما لقيت ولادي شكون ياكل لهم الخبز غا المحسن اللي كيعطيو لهم الخبز الله يخلف عليهم وعليكم وبقيت طيعه تما بقيت بالجوع في الحبس وبقيت تما ضايعه في الحبس وضيعت حياتي في الحبس ما درت حتى حاجه اللهم امركر اللهم امركر جود منكم عاونونا يا الخوت عاونونا يا الخوت الله يخلف عليكم الله يكثر خيركم هذا الشيء اللي كنطلبوا اول مره انا اسمي القراري بوشعيب بزيود 1963 متقاعد عسكري انا في عين المكان ديال مسمى فدان حجر طلبة مساحته تقريبا إجمالية 5 هكتارات و 100 متر أنا تعتقلت على هذه البلاد منذ سنة 2010 شهرين نافذة ومبلغ مالي غرامة مالية فايتة اللي كان عقلانية تصدر علينا 3 مليون ديال الاستغلال ديال كيفاش نعطيوها لذاك السيد اللي كيقول انا شاري هاد البلاد شكون باع عليه؟ باعتها له مرت با كندعيوها
باش تجي امام العداله ما بغاش تواجهنا. حنا اليوم امام كندير هذا الفيديو امام الصحافه ومعلومه وراه ما جاتش عند عين المكان، ما بغاش يواجهونا الطرف الثاني من با الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. خلى طرفين، الطرف الاول هما حنا هادو اللي كتشوف، الطرف الثاني ما بغاش يواجهنا هما والام ديالهم، وزورات لنا امهم البلادات ديالنا كامله وباعتها كامله، وبقينا دابا حنا بلا حق بلا حقوق، ما عندنا حتى شي نصيب في هاد الارض باش كيتوجهونا الناس القضاء. انا ماشي كنهضر باهانه القضاء، لا حاشا، انا كنطلب حقي وكنطلب حق ديال هاد المعوق، راه غا كيطلب حاليا في زنق تشومور في خميسات. ديروا البحث ديالكم القضاء، ديروا البحث ديالكم العلماء، ديروا البحث ديالكم العلماء المؤمنين لهاد الهشاشه. انا متقاعد عسكري محارب سابق منذ 1981 في عهد الحسن الثاني، كنت انا في المنطقه الجنوبيه، دوزت انا الشباب ديالي في الحزام الاول. هاد السيد دانا تقريبا 5 د القطارات و100 متر، وهو كاتب في الفدان هو ومرتبه بيت زوير، 3 د القطارات و7 خدامه باش كيتصدر معنا في المحاكم. وحاليا دابا مات الله يرحمه الله يغفر ليا ولا، بقاو ولادو راهم عايشين في الارمان، عندهم مشاريع بهيضه. احنا اصبحنا ورثات جلال بن بوشعيب في الهشاشه، ولينا كنطلبوا، ولينا كنفطروا بعتاي والخبز، ولينا كنفطروا ما نتغداو، ولينا كنتغداو ما كنتعشاو. القضاء، الوزاره العدل، كنطلب منكم حقوق لهذا المعوق، كنطلب منكم الحقوق ديالي في هذه الاملاك اللي ترك ابي جلال بن بوشعيب بالقراري. والسلام عليكم ورحمه الله. حنا كنطلبوا غير حقنا، كنمشيو للفدان نحبسوهم وكيشدونا كيطلعونا وكيخرجونا لي زديدعات، وكيجيو عندينا انا البوليس، انا جوج خطرت كيجيو عندي البوليس كيزمو ليا الحوايج، قالك غنديروا ليك الحز على انا عندي شي حوايج كدار ديال الراجل، انا ما عندي حتى حاجه، كناكل معاه الطرف ديال الخبز. وكيحزني هذاك سمير كيجيب لي هذوك ما دايرين البندات من هنا الصفر بحال البوليس، هما ماشي بوليس. قال لي واحد جاري هادوك ماشي بوليس، ابغى ينصب عليك. وانا كنخاف، الراجل كيقول لي اش بغيتي هاد الشيء؟ الا بغيتي تتبعي خوتك سيري عندهم. وما عندي انا لا حوايج لا والو، غير يحزوا ليا. وعطينا انا كنطلبوا غير حقنا، ما بغينا حنا ما بغينا نظلموا حتى شي واحد، كنطلبوا غير حقنا حنايا. عايش اخويا قلتلك، شوف شوف الحالة ديالي، شوف شوف عايش مع الرتيلة. شكون سببنا حنا النصاب؟ عاد شتي المحارب السابق في طريق الحسن الثانية اش تيوقع ليه؟ شوف الله يجازيك فيه، شوف 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 مع من عايش انا، انت كتشوفه وستد، وجبوا لنا النصابة وزوروا لنا بلادنا، ما خلاونا تشبر. ها توليت انا متقاعد من محاربين سابق، وليت انا كنسرع 10 ديال النعاج باش نعيش 8 ديال النفوس. ها شوف فين عايش، شوف 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 فين عايش، شوف الحاله. فين كنت أستاذ من البدايه؟ من 2016 عامين ضربت هنا في الميكا، عامين تولى الشمس كتاكلني، كندخل كنخرج بالحراره. حتى من بعد درت هاد البركه هادي غير ما شقات النفس، ها وعاونوني الخوت، وداير 10 د النعجات هما تا هما فيلمي.